بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلمت الدول العربية من التجربة القطرية؟ ده هيكون محور حديثنا في هذه الحلقة. المفترض دايما الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يعني يجعله عبرة لغيره، ولكن يعتبر من غيره. هل اعتبرت الدول الأخرى من التجربة القطرية في السابق؟ تعرفين طبعا التجربة القطرية ومحاولات قطر، وده يعني موثق بتسريبات صوتية وموثق على الأرض، والتحالف والدور الوظيفي لدولة قطر منذ عام يعني 96، واخدين بالكم ازاي؟ وإن قطر حاولت تفكيك المملكة العربية السعودية، ربنا يحفظها، شاركت بإعلامها في إسقاط بغداد، وشاركت في دعم الحلفاء أو الاحتلال الأمريكي الغربي للعراق. طبعا الدور القطري كلكم عارفينه، وتكلمنا عنه كتير، وغيرنا اتكلم عنه كتير، مش محتاج ان انا ارجع دور قطر في تدمير المنطقة العربية، وان هي كانت دولة وظيفية وترس في مكينة تهدف الى يعني اسقاط الانظمة وتقسيم المنطقة العربية، يعني تقسيم المقسم، الدول تقسم، مصر تقسم والسعودية تقسم وسوريا وغيرها يعني والجزائر، وده كله موجود وموثق في كتب. يعني الدور القطري ايه اللي حصل؟ بدأت قطر تتحالف مع جماعات إرهابية زي جماعات الإخوان وتدعمهم ماديا، وفي الحقيقة نجحت في مصر، نجحت في ليبيا، نجحت في سوريا، نجحت في اليمن، واخدين بالكم ازاي، ويعني نجحت في تونس. فنجحت يعني بدورها في إسقاط الأنظمة في دول تعافت بفضل الله تبارك وتعالى، وعلى رأسها مصر ربنا يحفظها، تعافت من المؤامرة القطرية التي يعني كانت تخدم مشروع صليبي عالمي لتفكيك هذه المنطقة، وطبعا نهب ثرواتها والهيمنة عليها والسيطرة عليها من خلال محورين، وهو المحور التركي والمحور الفارسي. وقطر كانت يعني في هذا المشروع واستطاعت ان هي تنجح، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم بسلامة مصر. يعني مصر عندما تعافت وقضت على حكم الإخوان وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، استطاعت مصر بحنكتها السياسية وبثقلها الإقليمي ان هي تضع يدها في يد المملكة العربية السعودية، وتستطيع ان تقضي على كل هذا التحالف الذي كان ضد المنطقة، فقيدت وأنهت المخطط التركي في ليبيا وفي شرق المتوسط، والمخطط الإرهابي من ناحية الإخوان المسلمين في سيناء، واستطاعت يعني بفضل الله تبارك وتعالى أن تقف لتركيا موقف أوقفها عند حدها. السعودية وقفت لإيران في موضوع اليمن يعني، وإن شاء الله نحن في طريقنا إلى إيقاف وتحجيم دور إيران في العراق وفي سوريا، وإن شاء الله في لبنان. واتجهت مصر دلوقتي لفرض كلمتها لمصلحة فلسطين والدور اللي قامت به مؤخرا، ده كله عمل عملية ريمونتادا للموقف. قطر راجعت مواقفها وفشلت بعد إنفاق كل المليارات التي ضختها في دعم الجماعات الإرهابية زي جماعة الإخوان المسلمين، ودعم وتمويل الإعلام المسلط على مصر تحديدا لإسقاط نظامها وتخريبها مرة أخرى، الإعلام اللي هو موجه من لندن قناة العربي، موجه من قطر قناة الجزيرة، موجه من تركيا قناة الشرق ومكملين ووطن وغيرهم، لم تترك سبيلا ولا طريقا إلا وسلكته في النيل من مصر والسعودية على وجه الخصوص.
وكان طبعا معاهم الامارات، عشان ما ننساش وما نبخس دور حد. خدت بالك ازاي؟ هذه التجربة عندما فشلت فشلا ذريعا، طيب ماذا تفعل قطر؟ بعد طبعا قبل قطر كان في بقى يعني مغازلات تركية على أساس إن هي تريد إرجاع العلاقة مع مصر مرة أخرى بعد الهجوم الصارخ والضاري على النظام في مصر، أنه نظام انقلابي وأن نحن لا يمكن أن نضع، أردوغان كان يقول لك لا يمكن أن أضع يدي في يد السيسي، ومصر ده نظامها انقلابي وإحنا بندافع عن الحريات وبندافع عن حقوق الشعوب وإلى آخر هذه الشعارات الكاذبة الجوفاء. قطر نفس القضية، جيشت إعلامها يعني تحت شعار يعني حقوق الإنسان وإلى آخر هذا الكلام، وأيضا أثارت قضايا زي قضية جمال خاشقجي في السعودية وأرادوا النيل من محمد بن سلمان، أشياء كثيرة الوقت مش هيكفي عشان أذكرها لكم. لكن أنا قصدي من الحلقة دي بالذات أقول لك، هل رجوع قطر كان عن اقتناع بإن هي غلطانة ولا عشان خاطر مشروعها فشل؟ أنا أعتقد جازما إن هي رجعت لأن مشروعها فشل، مش عشان هي غلطانة أو حست إن هي غلطانة إطلاقا، لأن هي حست خلاص يعني مصر بدأت يعني تنمو بقى لها دور كبير جدا وعادت لمكانتها الحقيقية والطبيعية، وعلمت أنها لن تستطيع النيل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين على وجه الخصوص الدول اللي هم كانوا قطعوها في 2017. فبدأت يعني بعد اتجاه تركيا، وإن تركيا يعني مزنوقة في ليبيا ومزنوقة في البحر المتوسط وعايزة إن هي تاخد بعض المكاسب، وعايزة مصر تقف جنبها في شرق المتوسط وفي ليبيا، وان تاكل من الكعكه شويه بعد مصر ما ارست السلام، يعني استطاعت ان هي بوضع خط الاحمر المشهور سيره الجفره ان تنهي الصراع الى حد ما، لحد كبير جدا طبعا في ليبيا. فالمهم اثرت ان هي ترجع احسن بدل ما اقتصادها يتدمر. طبعا مصر لعبت دور كبير جدا في تحييد تركيا في كل محيطها الإقليمي، بقت عدوة لمعظم الدول في محيطها الإقليمي. مصر اشترطت انها تخرج من سوريا ومن العراق ومن ليبيا، حاجات كتير جدا. فالمهم ان تركيا ادركت انها لا قبل لها بمواجهة مصر، لا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا عسكريا ولا حتى على المستوى الإقليمي وعلى مستوى العلاقات الدولية والصداقات اللي استطاعت مصر ان هي تجمعها ويعني تلجم تركيا. فطبعا انتوا عارفين ان اصلا قطر هي ذنب لتركيا، يعني قطر ليست دولة بالمعنى الحقيقي يعني للدول انها لها سيادة او قرار سيادة، بل هي موظفة، ودايما الدول الصغيرة دي بتحاول ان هي يشار اليها بالبنان، يعني عايز يبقى لها دور، عندها عقدة النقص. طيب قطر عملت كل ده، لا اقصد قطر بعد ما عملت كل ده ووجدت الدوله اللي هي ذنب ليها اللي هي تركيا، ركعت لمصر وذهبت خاضعه تتذلل وتتودد الى مصر، فماذا تفعل؟ تقول لك لا، يعني انا برضو انط من المركب والحق بالركب اللي فيه مثلا تركيا ومصر والدول دي عشان خاطر ما بقاش انا يعني مش هقدر اتحمل العواقب اللي هتيجي بعدين، انت واخد بالك؟ فقطر رجعت بناء على ايه؟ فشل مشروعها في الأمة العربية وتوظيفها في هذا المشروع لخدمة الكيان الصهيوني وخدمة مشروع الصهيوني الصليبي المعروف في تقسيم المنطقة. بعد الفشل قالت لك أنا أرجع. طيب التجربة القطرية هل في دول تانية اتعلمت منها؟ لأ. بصينا إن ممكن في دولة تانية ما قدرتش إن هي تستوعب التجربة القطرية وبدأت تأخذ منحنى آخر، يعني من النقيض للنقيض. يعني مثلا قطر كانت بتتظاهر بدعم حماس ومش عارف ايه وبتاع، في دولة تانية قالت لك لا انا طبع مع اسرائيل واستطيع ان، يعني هذا زعم، لكن اللي بان على ارض الواقع وبسرعه شديده جدا هي لا تستطيع ان تخدم لا القضيه الفلسطينيه ولا تخدم العرب ولا حتى نفسها. واثارت ضجه كبيره ببعض التصرفات الحمقى، واخد بالك ازاي؟ التصرفات بتاعتها دي اثارت مشاعر المسلمين وغيرها.
اللي انا عايز اقوله من ده كله ان احنا المفروض نعتبر بالمشروع القطري او بالتجربه القطريه، انا بتكلم على الدول اللي هي يعني حبت تمشي في هذا الموضوع، لكن هو مع اختلاف ان هذه الدوله اخذت بقى موضوع البيت الابراهيمي، طبعا بين قوسين الابراهيمي، لكن هو بيت ماسوني، دين جديد، التطبيع الغير يعني مبرر والغير مقبول كعرب وكمسلمين من تصريحات ومن تهنئات ومن تطبيع تجاري وفي كل شيء. فأرادت برضو نفس القصة تلعب نفس الدور لكن على طريق آخر، تلعب بعض الأدوار التي قد تضر بمصر في موضوع سد النهضة وموضوع الفشقة بالسودان ومصر، في موضوع مثلا يعني انخرطت في المجتمع الإسرائيلي ثقافيا تعليميا اجتماعيا تجاريا، واخد بالك ازاي، فانخرطت في هذا واستثمارات ضخمة جدا بمليارات الدولارات، خط إيلات عسقلان وغيره، بما يؤدي إلى ضرر مصر. كمان الدولة دي ما قدرتش إن هي تاخد عبرة من هذه التجربة وإن هي لا تنفك عن محيطها العربي، واخد بالك إزاي، لأ بالعكس، يعني بدأت يعني تاخد نفس المنحة وإن كانت تختلف الطريقة. أنا بقول كان الأصل إن الدول يعني المفروض كانت قطر دي كانت اتعاقبت من ساعتها من أول ما بان وضعها، وأول من أشار إلى دور قطر في هذه المسألة كان مصر سنة 2015، ومجلس التعاون الخليجي طلع واستنكر اتهام مصر قطر بأنها تدعم الإرهاب، وبعد كده وضحت أن مصر كانت وجهة نظرها صحيحة أو معلوماتها صحيحة وهذا الاتهام في محله، لكن بعد سنتين وبدأت المقاطعة. ايضا المفروض الدول الصغيره، وانا مش بقول صغيره انتقص من اي دوله، لكن هي صغيره فعلا حقيقه يعني حجما وكل شيء، وده ما يعيبهاش اكتر، احنا مش بنتكلم على كده، يجب ان في عقده نقص حقيقيه يعني بالنسبه للدول الصغيره، وانا مش بقول ان مش كل الدول عندها كده، لكن يغلب عليها دور النقص، يعني في دول صغيره بس ما تسمعلهاش صوت، يعني دوله ماشيه في ركابها العربي، دولة عارفة حجمها واقفة عنده، وده كويس، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. لكن بصراحة الدولتين دول بيتطلعوا لأشياء احنا نتمنى ان هم يبقوا كبار ونتمنى ان هم يبقوا في خير، لكن ليس على حساب مصالح الأمة العربية، وما تبقاش مثلا عقولهم يعني تصرفاتهم كده يعني تضر بالأمة زي تصرفات قطر، وعندما تقطع معها العلاقات الدول العربية بتستجلب دول أخرى زي قاعدة تركيا في قطر تذهب إلى إيران، يعني تذهب إلى الأعداء مباشرة، زي حماس كده بتذهب إلى الأعداء مباشرة، والحجة عندهم إن إحنا ما لقيناش دعم عربي، زي بشار كده لما يذهب إلى روسيا ويذهب إلى إيران يقول لك ما لقيناش دعم عربي، أنت فاهم إزاي؟ ودي كانت وجهة نظر مصر إنها تدعم بشار على أساس ما يجيبش ويعمل اتفاقيات دفاع مشترك واتفاقية أمنية مع روسيا ومع إيران عشان ما يبقاش وجودهم شرعي في سوريا، وساعتها حصل خلاف ما بين الرؤية المصرية والرؤية السعودية، وأيضا ثبتت أن الرؤية المصرية صحيحة كاستراتيجيا، واخد بالك إزاي، هم بصوا عليها من ممكن من باب أن ده شيعي أو رافضي والشيعة خطر والكلام ده كله، مش هنخش في التفاصيل دي، لكن على كل حال لو إحنا كعرب نعاقب ونبقى مثلا يبقى في مثلا في جامعة الدول العربية أي دولة تمرق عن مسار الأمة العربية وتكون فعالة، أنا ليا تحفظات كتيرة جدا على جامعة الدول العربية، وإن هي يعني مثلا زي خيال المآتة كده، يعني مثلا ما فيهاش شروط ملزمة، ما فيهاش عقوبات توقع على الدول العربية اللي هي تمرق عن الخط العربي، ونحاول إن احنا فعلا ندعم بعضنا البعض، الأمة نفسها كلها زي ما يكون اتحاد حتى من غير حتى ورق ومن غير اي حاجه، لكن بيبقى في دعم مباشر لهذه الدول اللي هي محتاجه الدعم حتى لا يدخل فيها الاعداء وياخدوا مكاننا، وتبتدي بقى المخابرات الاجنبيه تلعب بقى في مربعاتنا والكلام ده كله. فليه ما يكونش في عقوبات عربيه للدول المارقه وتعاقب عقابا شديدا حتى لا تمرق عن المسار العربي، ويبقى في خط سير عربي، والموضوع ده تقوم بيه الدول الكبرى العربيه زي مصر والسعوديه، واخد بالك ازاي، وتضم معاها بعض الدول، والدول كلها تنضم بعد كده، يعني بس نتكلم على الدول الكبرى في المنطقه زي مثلا مصر والسعوديه تستطيع ان هي
بعلاقاتهم مصر يعني ببعدها العربي وثقلها الإقليمي والدولي، السعودية ببعدها الديني والروحي كدولة هي مركز الأمة الإسلامية، فالاتنين مكملين لبعض. يعني تقدر تقول إن الاتنين جمعوا بين الدين والعروبة، واخد بالك إزاي؟ جمعوا بين القوة والاقتصاد، فتستطيع إن في تكامل يعني عجيب ما شاء الله ما بين مصر والسعودية تحديدا. فليه ما يعملوش حاجة زي عقوبات عربية، واخد بالك، تمنع هذه الدول من كل دولة تتصرف بمزاجها. احنا مش هنبقى حقل تجارب، احنا مش هنبقى حقل تجارب عشان قطر يعني تتخذ مشروع معين لتدمير هذه الأمة، ولما تفشل ترجع لينا واحنا نقبلها. احنا بالطبيعة هنقبلها، يعني احنا نقبلها كموقف وكسياسيا، لكن مش هنقدر نسامحها في ان هي حاولت، ممكن عندها النية لتقسيم المملكة ولتقسيم المنطقة العربية، يعني احنا مش هنقدر ننسى ده، وهذا لا يغفر لها، انما نقبل رجوعها ان شاء الله لنكف اذاها ونحتضنها بدل ما يحتضنها الاغراب. لازم يبقى في احتواء عربي عربي، ويكون يلحق هذا، يعني مثلا اي دولة تحب تمرق هكذا او هكذا تتلحق بسرعة وتتأدب، وانا بقول ادب مش معنى ان انا لا، يعني يكون في عليها ضغط لارجاعها لمسارها الطبيعي. انتوا عارفين زي ما في ناس بيبقى لهم اهواء، اللي القيادات السياسيه بيبقى ليها اهواء، احنا ليه ما نعملش حاجه زي كده وتكون الصرامه والحسم مع هذه الدول حتى لا تعبث بامننا القومي؟ هنفضل احنا بقى قصاد قطر مره والامارات مره تعبث بامننا القومي؟ مش هينفع. قطر مع السعوديه والامارات مع مصر دلوقتي مش هينفع، لازم يبقى في ضغط، لازم يبقى في وقفه، ما ينفعش كل واحد يتخذ قرار من دماغه. يعني مثلا مساله تطبيع مع اسرائيل بالنسبه للامارات، انا مش في ناس يقول لك السياده، هي تنتهك السياده تحت اسم السياده. يجب ان تكون في تنسيق، وتكون يعني انتم معتقدين، واحد يقول لي لا ده كان في تنسيق والسعوديه موافقه على تطبيع الامارات، انا بقول لهم كذبتوا، انا لا اعتقد هذا، ولا اعتقد ان السعوديه وافقت على تطبيع الامارات في هذه المساله. ليه؟ هل توافق السعوديه على ما يفعله السفير الاماراتي في اسرائيل؟ اعتقد لا. هل توافق اسرائيل على دعم اقتصاد الاعداء زي اسرائيل؟ اعتقد لا. خلينا من اثيوبيا اقتصاديا، السعوديه مستثمره والامارات مستثمره، ما اقصدش الاستثمارات اللي هي ما تضرش بمصر او السعوديه او باي حد، ما عندناش مشكله فيها خالص. لكن زي موضوع الفشخة، زي موضوع الوساطة ده والمبادرة الإماراتية، هذه فيها ضرر، كان المفروض يبقى فيه ضغط على الإمارات، لكن الإمارات مصممة لآخر لحظة. تصرفات الحمقاء اللي بتعملها في إسرائيل وإثارة الشعوب العربية مرة والأخرى، وهذا الخنوع والانبطاح اللي احنا شايفينه ده ما ينفعش. لازم يبقى فيه عقوبات عربية، لازم يبقى فيه مواقف عربية حتى ترجع هذا النظام إلى المسار العربي، على اساس ما يبقاش في اعداء ما بين الشعوب، وعلى اساس ما يبقاش في خطر منها، لان ده بقى خطر، ده في خطر على الشعوب. مثلا موضوع حرب اليمن وموضوع قاعده عصب وانسحابها من 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 موضوع اليمن، وبعد ما كانت مثلا حليفه للمملكه العربيه السعوديه، واخد بالك ازاي؟ تعاملها التجاري الكبير جدا جدا مع الامارات مع ايران، وايران كان معمول عليها عقوبات اقتصاديه، عشان كده ايران مش حاسه بالعقوبات الاقتصاديه العالميه. يعني في مواضيع كبيره جدا جدا الامارات داخله فيها ومحدش واخد باله. واحنا مش بنقول ده عداء للامارات، ولكن بنقول احنا عايزين نرجع الامارات لحضننا تاني، لان احنا صعبان علينا ان احنا الامارات ما تبقاش كده. فانا بقول ليه ما يبقاش فيه اجماع عربي، وان تغير ما يعني يغير ميثاق جامعه الدول العربيه، ويبقى فيه قوانين ملزمه في جامعه الدول العربيه، وتفعل حقيقه حتى بيبقى فيه كنوع اتحاد، واخد بالك ازاي؟ ويكون فيه اتحاد. لكن تلاقي جامعه الدول العربيه، مجلس التعاون الخليجي، حتى مجلس التعاون الخليجي ليس على يعني ليس على يعني الوضع المأمول والمرجو منه، يعني غير مفعل ايضا. مرقت قطر ما يقدروش يعملوا لها حاجه، قطعوها. طب ايه؟ طب ما هي قطعت السعوديه والامارات والبحرين، طب ما الكويت ما قطعتش، عمان ما قطعتهاش. اذا هنا في كل واحد شغال بكيفه في الامه دي.
فاحنا عايزين يبقى البيت العربي بيت كبير، البيت العربي ليه ضابط ورابط، في قوانين تحكم هذه، في قوانين الزاميه، بحيث ان لو في الجامعه قررت تاخذ قرار يتنفذ على الكل. لكن انا لما قرات في ميثاق جامعه الدول العربيه، ولا ميثاق ولا اي شيء، ولا في اي حاجه الزاميه فيه خالص، الا لازم يبقى موافقه كامله. لو دوله كان لها حق الفيتو، لو هي اعترضت على 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 قرار لها حق الفيتو، كلام فارغ يعني. فاحنا مش هنفضل حقل تجارب للدول الصغيره تعبث بامن العرب القومي. ده اخر كلام عندي، ودي وجهه نظري. فارجو واناشد بالتحديد السعوديه ومصر في السير في هذا النهج، ده هيبقى شيء طيب جدا جدا. فانا عايز اقول ان قطر ما رجعتش يعني عشان خاطر جمال عيوننا، ولا عشان خاطر ان هي عرفت الحق ورجعت، لا، هي رجعت راكعه خانعه لان مشروعها فشل. لكن لا يغفر لها نيتها التي بيتت للمملكه العربيه السعوديه خصيصا وللعرب عامه، وبيتت لمصر ونجحت وكادت ان تنجح في مصر، ونجاه مصر وسلامه مصر سلمت باقي الدول. يعني مصر عندما يعني سلمت من هذا الفخ او هذا هذه المؤامره اللي حيكت ضد مصر بخلع الاخوان، سلمت ليبيا ان شاء الله، وستسلم سوريا ان شاء الله، وستسلم العراق ان شاء الله. لكن لو ان مصر ضاعت لا قدر الله، صدقوني السعوديه كانت ستواجه صعابا كبيرا، وربما كان يحصل ما لا يحمد عقباه للمملكه العربيه السعوديه، وهو كان اخر معقل بعد الثورة في مصر وبعد امتلاك الحكم في مصر. ولكن الله سلم، ووجدت السعودية مصر، رجعت مرة أخرى ووقفت وقفة الأسد، ووقفت وقفة الأخ والشقيق مع مصر، لكي يعني تنهض مصر مرة أخرى وتكون سندا للمملكة العربية السعودية، وتحيد هذا الخطر عن الأمة العربية. لأن صعب جدا جدا أنك تجد مصر يعني ليست في حالها وفي مكانتها. فكلما قويت مصر قوي العرب، فكلنا نقوى ببعضنا البعض. فيعني انا بصراحه مش عايزين نبقى حقل تجارب للدول الصغيره دي تقعد تعبث بامننا القومي، ولازم يبقى في وقفه. وان شاء الله يعني المفروض تعاد كل هذه الامور من القاده بتوعنا، ربنا يوفقهم وربنا يحفظ مصر والسعودية والأمة العربية، أمين رب العالمين. بصراحة الموضوع كبير وفيه تشعبات كتيرة، وأنا كنت عايز أتكلم لكن أنتوا عارفين الوقت لا يتسع، لأن عشان الفيديو ما يطولش. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.